قال مسؤول عسكري سوري طلب عدم ذكر اسمه إن الصواريخ الإسرائيلية تم اعتراضها في شرق بلدة حضر في محافظة القنيطرة، وكانت الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق مرتفعات الجولان. ووفقا لتقرير وكالة سبوتنيك الروسية، فإن نظامي الصواريخ المضاد للطائرات من طراز بانتسر وبوك دمر 7 صواريخ إسرائيلية خلال التصدي للغارات الجوية. يذكر أن 4 طائرات مقاتلة من طراز F-16 شنت هجوما صاروخيا على سوريا، بما في ذلك الهجوم على مطار دمشق الدولي جنوب شرقي دمشق. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي بيانا قال فيه إن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية نجحت في اعتراض صاروخ أطلق على شمال مرتفعات الجولان في نفس اليوم. ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الجانب السوري هو من أطلق الصاروخ، كما لم تصدر إسرائيل أي تصريح حول اعتراض سوريا للصواريخ الإسرائيلية. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الصاروخ الذي توجه إلى مرتفعات الجولان تم إطلاقه من الحدود السورية.